بديل لمحمد صلاح ومحمد الشناوي خلال المواجهة اللي جاية مع الكونغو؟ هو محمد الشناوي كان البديل ليه أبو جبل، لأن هو المتاح الوحيد في المنتخب حاليا. زيزو كويس جدا بصراحة. والله يا فندم، هو إن شاء الله أبو جبل هو أفضل واحد دلوقتي حاليا، لأن في البطولة اللي فاتت هو كان برضو من أفضل الحراس المرمى اللي موجودين. يعني محمد الشناوي أنا شايف إنه أحسن بديل لأبو جبل، هو الوحيد اللي جاهز حاليا، لأنه هو ما خدش معاه حد معاه غير محمد صبحي، وطبعا مش جاهز لأنه بقاله فترة قاعد. يعني عن نفسي أنا شايف مصطفى فتحي، لكن مش زيزو. والشناوي يعني الموجود أبو جبل. زيزو ومصطفى فتحي. أنا شايف في زيزو من ناحية اليمين ده أفضل لعيب في مصر حاليا، والشناوي في أبو جبل. توقعاتك ايه للمباراه اللي جايه مع الكونغو؟ لا ان شاء الله نكسب 3-1. والله احنا كسبناها قبل كده، فبرضه ما يعني هنعدي ان شاء الله. اكيد الفوز لمصر. مصر المعطيات موجوده، واللعيبه يعني حريفه، وفي لعيبه يعني مستوى عالي. نحاول اهم حاجه الدفاع، واحنا كده ان شاء الله هنسجل، بس تخلص 1-0 او 2-1 بلينا يعني ان شاء الله. لا ان شاء الله لو هيبذلوا اقصى جهد وهيكسبوا ان شاء الله، وهيكون 1-0 تقريبا. يعني صعب ان انت تتوقع ماتش زي ده، بس اكيد مصري عايز مصر تكسب، ومتوقع مصر تكسب، وان شاء الله يكون السبب في ده الاناكوندا ان شاء الله. ممكن يبقى 1-0 او 2-0، بس ان شاء الله هنعدي الكونغو. يعني 2-1 لمصر. تبقى ان شاء الله يعني هنكسب كده، تبقى 3-0 مثلا. لا ان شاء الله هنكسب 2-0. قادرين على تحقيق البطوله؟ اه طبعا اكيد. منطقيا وواقعيا لا، بس احنا ليه لا؟ زي ما كانت لا في 2006 و2008 و2010 خدنا احنا الثلاثه. هو مش سهل، بس ان شاء الله خير، يعني احنا متعشمين في المنتخب ان شاء الله.